بالنسبة للمرأة قال تغطية الوجه، المرأة لا تغطي وجهها، وأخذوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة، لا تنتقب المحرمة، فأخذوا من قوله لا تنتقب المحرمة أن المرأة لا يجوز لها أن تغطي وجهها. طيب والرجل؟ ظاهر الحديث أن هذا خاص بالمرأة، أن المرأة هي التي لا تنتقب، وقاسوا على النقاب البرقع فقالوا لا تلبس النقاب ولا تلبس ما يشبهه وهو البرقع، واختلفوا في الغطوة اللي هي البوشية احنا نسميها، أو الغطوة أو كل ما يغطي الوجه الغشوة، هذه اختلفوا فيها هل المقصود هو تغطية الوجه؟ فالذين قالوا المقصود هو تغطية الوجه قالوا لا يجوز تغطية الوجه بأي شيء، لا غشوة لا برقع لا نقاب، يكشف وجه المحرمة. والذين قالوا أنه المقصود هو النقاب وما شابهه لأنه ملاصق للوجه، فقالوا إذا لها أن تغطي وجهها خاصة مع وجود الأجانب، وإذا فرقوا قالوا إذا كانت وحدها فلا يجوز أن تغطي وجهها بأي حال من الأحوال، لا نقاب ولا برقع ولا غطوة ولا أي شيء أبدا، في أربعة أحوال. ما هي؟ إذا كانت منفردة، إذا كانت مع مجموعة من النساء، إذا كانت مع محارمها، إن كانت مع زوجها. في هذه الحالات الأربعة قال لا يجوز لها أن تغطي وجهها، لا يجوز لها أن تغطي وجهها لا ببرقع ولا بغطوة ولا بأي شيء. أما إذا جاء يعني رجال أجانب قالوا فلها أن تسدل على وجهها، هذا من يقول إن المقصود هو النقاب والبرقع، فيقول تسدل على وجهها لأن هذا الوجه عورة، فمن هذا الباب تغطي وجهها.